خطوات بسيطة راح نشرح الستايلات ببرنامج Adobe Photoshop 2021. مثل ما تشوفون قدامكم مربع اكو وناس وصورة مختارهن، اني راح اطبق عليها الستايلات حتى نشوف تأثير الستايلات وكم طريقة نقدر نسوي هاي الستايلات. مبدئيا اكو مربع باللون الغامق والتكست او الناس باللون الفاتح لكن بالمنطقة الغامقة، راح اطبق عليهم تأثيرين وبطريقتين عندنا حتى نسوي الستايلات. اول شيء راح نضغط كليك رايت ونروح على البلايندينج اوبشن وراح تطلع عندنا النافذة فيها الستايلات. والطريقة الثانية نروح على الايكون اللي جوا مثل ما تشوفون اللي هي FX ونضغط البلايندينج اوبشن وراح تطلع عندنا همينة صفحة الـ FX أو صفحة الستايلات. مثل ما تشوفون سويت شو للستايل من الايكون اللي جوا فطلعت عندي كل الستايلات. واليوم راح نشرح أول ستايل اللي هو بابل آن إمباز. نروح نفعله نسوي عليه علامة الصح راح تطلع عندي الإعدادات اللي كنت أنا مسويها قبل. فحتى رستها راح من الـ FX وروح أضغط Reset to the Default List راح تطلع عندي مثل ما تشوفون ترجع الاعدادات الافتراضية راح يرجع ابيض. فاحنا هسه حتى نسوي ستايل على التكست لازم نكون احنا اصلا مختارين التكست وراحين مسوين الستايل عليه. فمثل ما تشوفون اتفعل عندي الالوان فنقدر نختار من اللون الهايلايت نختار لون فاتح، ومن مكان الدارك او الشادو نختار لون غامق حتى يمثل لنا الظل ونضغط اوكي. وهنا راح يصير عندنا تأثير جميل. نضغط على الدائرة اللي هي تمثل الزاوية، اما التاب البار العلوي يمثل السايز نقدر نحدد السايز مالتنا. وهسه راح اسوي زوم على الكتابة مثل ما تشوفون حتى اشوف التطبيق مباشرة من اغير الاعدادات. فراح اغير الحجم مال السايز اللي هو يتراوح بين 0 ل 250 راح اشوف التأثير مباشرة. اما الدبث مثل ما تشوفون من 1 للـ1000 راح ارجع اغير السايز واشوف شنو التأثير المناسب لي. وهسه راح اجي استخدم السموث حتى اشوف الاعدادات تناسبني ويكون التصميم بمعومة ويناسب غرض اللي جاي اصمم على موده. فأنا أريد الطابع الكريتي مثل ما تشوفون والغطاء. وبعدها نروح على المربع الفوق البرتقالي نحدده ونسوي عليه الستايل. من قائمة التير نضغط Blending Option ونفعل البيفل عن امبوز، ومن عندها راح نغير الستايل حسب ما يتناسب ويا التصميم مالتنا. تقريبا نفس الاعدادات بس الالوان راح نغيرها، وبما انه المربع كبير فانه السايز مالتنا لازم يكبر. بعد ما كبرنا السايز بهالشكل راح اروح اغير اللون مال شادو وخليه لون غامق واروح ازيد الدبث حتى نشوف نتيجة الدبث اذا وصل للالف بهالشكل، واذا اقل للواحد فراح يختفي تأثيره. فالتأثير المناسب هو يكون اقل من 100، وبالنسبة للسايز همينه يكون بين 1 ل 250، والسموز يلعب دور اذا كان السايز اقل من 100 او اقل من 200. فبهالشكل نحصل على تأثير مناسب. ونغير اللون الاسود نرجع للون المناسب، وبعدها نغير الهايلايت ونخلي الوان مناسبة نغير الهايلايت. طبعا اكيد لحد هسه احنا ما خلصنا اعدادات هذا الستايل، لذلك راح اكمل بالفيديو الجاي لانه هذا الفيديو اخذ وقت طويل. فانتظروني في الفيديو اللي بعده.